اول وقفه الليله. الليله الحلقه تبعنا قلنا لكم مرحبا وبلشنا سوا. الحلقه تبعنا هي مارون وانا عم نبرم بسان دييغو بالليل نفرجيكم الاجواء والعانه برا. نهار السبت بالليل والعانه والعانه، وانا جاي من سان فرانسيسكو جوعان. فاول وقفه هي ساندويتش شاورما عند محل فتح جديد يمكن صار له 6 اشهر اسمه يلا يلا. عنده شاورما لحمه يلا يلا حبيبي، يلا حبيبي اسمه. فعنده خبزه تورتيا بيعملها شاورما لحمه بتقطع على الجريل. بيف مكسيكان تورتيا. طب ليش نحن بلبنان شاورما عالسيخ مش بالمطبخ؟ فتحنا محل عالكاونتر يمكن روسية شيف تركي تورتيا بريد، ما فهمت ليش. لا انا فخور بكوزينتي وكتير حلو المحل وعالم لبنان وين ما كان. لا بدي فرج سقفتي للعالم بطريقة مزبوطة. فبنفقس صار تفوت على محل عم بيعطي لبناني غلط. لا نربح جائزة اليوم شخصين الوحيدين الواعيين بالشارع. جبت لك حامض، جبت لك فشل. صرفتك اسعار. يلا مكسيكان نايت. احنا بتاكوس الجوردو، هذا الفرع الثالث لحد علمي بسان دييغو. بلش بتشولو فيستا قرب على الحدود، بعدين ناشونال سيتي، بعدين هلا بداون تاون صار فاتح بفيغاس. اكلهم كتير قريب علينا. الشاورما مثل ما شفتوها تحت، الاساس اللي بيقولوا عنا المكسيكان انه كيف بلشت عندهم هي جماعه لبنانيه وسوريه بلشوا هونيك بالشاورما وانتقلت وتحولت ووصلت لعنا مثل ما هي هلا.
تشكيلة أكلهم قريب كتير من أكلنا، في الشل من برا الخبز واللي فيها الحمات من جوا، الصلصات المختلفة إلى آخره. وهلأ منخلي الخبير يخبرنا شو رأيه بالموضوع كلنا سوا. Excited, very 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 excited. Mexican food, traditional old Mexican food. يلي هن موجودين ورا الكاونتر ما بيحكوا إنجليزي. بدكم تحكوا لغتهم، عجقة، ناس، فوضى قد ما بدكم. بس مثل كونتين. تاخذ الصينية بتعبوا يلا 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 توصل على الآخر. شاورما الباستور مظبوطة يلي معمولة مع بورك. لحمة بتشهر، روايح تحت حلوة، الدخان، السموكس عظيمين، اللحمة يلا على السريع. And I think it's good. Traditional Mexican street food. مش عارف من دبلش. هات نبلش بي مثلا هيدي لحمة جواكامولي. جواكامولي بلا بصل، لحمة مبهرة مظبوط، التورتية عظيمة. جود. نك هون عصرة لايم. لا feels like good stuff. مثل كأنكم على الدورة ببيروت. جبور ومخلوف وأراكس، هيدي الأجواء. الشاورما هي أو الباستور هي اللي ناطر ذوقها. delicious. حامض حر. Oh my god. الساعة 11 بالليل. الساعة 11 بالليل. And it feels so good. Nice recommended place. خي كنت بدي اقول لمارون شو بدنا بالشغلة اليوم؟ يا مارون تعبان، انا صار 48 ساعة ببرم وبركض في سان فرانسيسكو. اجا اخذني المطار وما عطيني مجال، وكثير مبسوط انه ما فتنا. معقول يكون وجهي محمر وعيوني مثل الصينية، بس ما بيمنع انه عم اقضي سهرة حلوة. So good. Come on. عن جد this is so much, so good food. واو. شك سافرت على المكسيك. تشيز مثل الحلوم بحطها على الجريل بدوبها شوي. كتير حبيت الكواليتي تبع الكسادية، كتير كتير. العجينة صح. الطعمات مظبوطين، الفليفرز مظبوطين. حلو كتير الكونسبت، كتير حلو. صينية بتعبي، بتستحلي كل شيء، عم يشتغل قدامك. ناس فوق بعض، الطاولات تحت مفاولة، طاولات فوق مفاولة. السكران المبسوط السهران وإلى آخره. كونسبت حلو كتير. داون تاون هلأ بسان دييغو والعانة. ما بعرف كيف الناس مش بردانة، يمكن أنا الوحيد اللي لابس جاكيت. مش حاطين عليهم تياب البنات يعني، فهمت علي؟ السنة طعم هل سنة؟ وينك يا أبو؟ excellent food recommended recommended recommended. الأكل مش investment، المطعم مش investment، المطعم نفس، ولاد كار، خبرة. ما بنفتح مطعم ومن طعم أكل، وأكل المطعم غير أكل البيت. فأولاد مصلحة شغلتهم، أكلهم طيب، فهمانين اللي عم بيعملوه وعم بيعملوه صح. هلأ we raise the bar very high. What's next on the list؟ تنشوف مروم اللي خدنا.
يعني من لبنان وانا نايت كلوب في سان دييغو كاليفورنيا. First American nightclub experience. قعدنا خمس دقايق تنفتش عشان نتعشى. طالما ما قدرنا نعمله بسان فرانسيسكو لازم ناكل شوكليت، وطالما ملت بعد ما عملته اليوم ما تهنيت ببرجر طيب رح نعمل برجر. والناس على الطرقات اللي عم بيشرب واللي عم بيدخن واللي طاير واللي مش سيعته الدنيا واللي على الغايمة، لا it was a must experience. اول شغله بيلفت النظر انه تحت عندهم المكنه اللي بتعمل جريلينج للبرجر اللي موجوده يوجوالي عند ماكدونالدز، اللي هي بتجي دبل جريل من تحت ومن فوق. شفت شقفه لحمه هالقد بيكبسها وما بتدقها الايد، ما بيعمل لها فليبينج، ما بيشيلها وبيقول هلا استوت ما استوت، فكله بيصير لايف. شغله ثانيه انه محطوط انه بالخلطه فيه واجيو انجس. البرجر حقه بس $8.50، يعني غريب، بس هلا بنشوف. التشيز ساندويتش هو بتعرفوا كان عبالي اخلق هذا الكونسيبت بلبنان ايام سوق الاكل. بحب كثير الفكره، الخبزه المضبوطه، الجبنه المضبوطه، خلطه الجبنه المضبوطه يلي تمغط قد ما لازم، يلي فيها اصفر فيها ابيض وفيها الخبز الصح، اللوحة الصح، الخبز الصح. هذه الخبزه طبعا قاعده قدام التلفزيون بالبيت، عشاء خفيف قبل ما نفوت النوم، ويك اند فايب، هومي اند بيوتيفلي دون. البرجر بيقولوا انه واحد من الاكثر شيء ملتي برجرز، مظبوط، فيه زبده، فيه زبده منيح، خبزته كثير طريه، بريوشي، فيه كثير جبنه، لحمته كمان شبهته، فرطت، خزقت، قصت، برام تمغت. Very good one. It's fatty, not greasy. يعني ما فيه فات at five guys. الخبزة مثل ما شفتوا بعد لونه أبيض مع شربة الدهن، لحمة مظبوطة نظيفة، الجبنة مظبوطة نظيفة. Very good job. Really good job. الجبنة مظبوطة، البرجر مظبوط، خبزة مظبوطة، top. خي ملت بفش الخلق and it's a good job.
شو بدنا نخبركم؟ انه بالفيديو اللي قبله ما طلع الصوت وانه خلصوا، لكن احنا عند جيرادلي اللي هو عنده الهوت شوكليت فادج اللي كتير مشهور، عند بنانا سبليتي اللي ما حبه مارون الا شوي، محل حلو مشهور، one of considered to be the best chocolate in San Francisco and San Diego and California all in all. أنا لقلي it's an American chocolate، أكثر بيركزوا على الميلك شوكليت من الدارك شوكليت، فيلد كاراميل خبار خبار. البوزة طبعاً after all طيبة، كمان American style، منا upscale chocolate، it's a good كريمي شوكولات اللي بحبه، بتحبوا السكر، بتحبوا الشوكولا، بتحبوا الكريم، بتحبوا الخلطات الغريبة، all in هيدا الشيء، هيدا المحل لكم. فكريفينج الساعة 12 بالليل كانت شغلة مهمة، لازم واحد يدوق هون شوكولات فوج يلي هي بتبلش من تحت من تحت من تحت من تحت مع كل الشوكولا والكريم and everything in between. والبنانا سبليت اللي بيجي فيها ثلاث انواع، بوزة، فريز، ستروبري، فانيلا اند شوكليت مع كريم اند تو سلايسز اوف بنانا، مش هيك اسمها، بنانا سبليت. سو هيك نكون خلصنا البرمي هون. الناس عم تسهر، الناس عم تاكل، الناس عم تدخن، الناس مبسوطه، الناس اول اوفر ذا بليس، اول اوفر ذا بليس. منه اختبار كنت افكر رح اعيشه هون، سان دييغو يمكن هالمنطقة بالنهار الرايقة عجقة ما كتير فيه المطاعم شوي، وبعد سبع يوم بقلكن انه this is something، ان كان السهر الامريكان ستايل، ان كان الموسيقى العالية، ولو في بعد قوة كنا قينا الساعة واحدة ونص وشفناهم كلهم عم بيظهروا، بس لازم نروح ننام تنقدر نوعى بكرة، لأن بكرة نهار كتير طويل وعنا معيد. نحن رح نكفي برمتنا فرجيكن night out in San Diego ونلتقى من بعدها بكرة، ومارون راح يأرجل أنا لا